بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أيها الأحبة الكرام، نتكلم في هذا الفيديو عن موضوع تداول الذهب عبر الإنترنت، وكيف تصبح تاجر ذهب ناجح ومحترف في تداول الذهب عبر الإنترنت. طبعا تداول الذهب عبر الإنترنت وكيف تصبح تاجر ذهب عبر الإنترنت مختلف تماما عن تجارة الذهب التقليدية. تجارة الذهب التقليدية تذهب مثلا من خلال البنوك أو محلات المجوهرات لشراء الذهب وتخزينه في البنوك، مثلا في ودائع ذهبية، لكي تبيعه لاحقا عندما يرتفع سعره. هذه العملية تحتاج إلى رأس مال كبير جدا وإلى انتظار طويل جدا حتى تحقق بعض الأرباح. أما أن تتداول الذهب عبر الإنترنت وتصبح تاجر ذهب عبر الإنترنت، فالعملية سهلة جدا ولها مزايا رائعة جدا غير متوفرة في تجارة الذهب التقليدية. تجارة الذهب بنظام الهامش عبر الإنترنت تعني أنك ستحصل على مزايا رائعة في هذا التداول الإلكتروني للذهب، ومن أهم هذه المزايا هي ميزة الرافعة المالية. الرافعة المالية عبارة عن تسهيل مجاني تمنحه شركات التداول للمتداولين مجانا، يقوم بمضاعفة القوة الشرائية لرأس مالك مئات المرات مجانا، لكي تتمكن من التداول بما قيمته مئات أضعاف رأس مالك الأساسي. يعني إذا كان رأس مالك الأساسي على سبيل المثال $1000 أمريكي، الآن أنت حصلت على رافعة مالية مجانية مثلا 1 إلى 200. إذا كانت الرافعة المالية المجانية الممنوحة من الوسيط 1 إلى 200، هذا يعني أنك تستطيع أن تتداول بما قيمته $200,000 وليس $1000 أمريكي الأساسية فقط، وتربح أرباح 200,000، يعني كما أن رأس مالك 200,000. الآن هذه الرافعة المالية تمنح مجانا للعملاء الذين يفتحون في شركات التداول، طبعا شركات التداول الموثوقة والمضمونة. نظام التداول بالهامش أيضا يسمح لك أن تتداول الذهب وتربح إذا ارتفعت أسعاره أو إذا انخفضت أسعاره. إذا ارتفعت أسعاره بالوضع الطبيعي تدخل صفقة شراء، يعني الآن أنت تقوم باختيار الشركة الوسيطة الموثوقة المرخصة المضمونة لتفتح من خلالها حساب أو محفظة لتداول الذهب، وتتداول من خلال منصتها، مثل على سبيل المثال شركة اكس تي بي الإماراتية في دبي، مرخصة رسميا من سلطة دبي المالية مع أفضل الخدمات. رابط تسجيل مباشر لفتح الحساب فيها أسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف. تختار الشركة الوسيطة، تسجل حسابك، بعد ذلك تنزل منصة التداول. منصة التداول، على منصة التداول تجد سعر الذهب لكل أونصة بالدولار الأمريكي والفضة والمعادن الأخرى الثمينة والأسهم العملات. الآن هذا السعر يتحرك بناء على العرض والطلب والأخبار العالمية، كل ثانية يعني يتحرك سعر الذهب صعودا أو هبوطا. طبعا العوامل التي تؤثر في سعر الذهب يجب أن تعرفها، أهمها العرض والطلب. العرض الكبير يخفض السعر، الطلب الكبير يرفع أسعار الذهب. الحروب والكوارث ترفع أسعار الذهب، مثل الحرب الروسية وكارثة كورونا. الدولار الأمريكي كلما ارتفعت قيمته ينخفض سعر الذهب، وكلما ارتفعت قيمة الدولار الأمريكي ينخفض سعر الذهب. كذلك بالنسبة لأسعار الفائدة على الإيداع بالدولار، كلما ارتفعت ينخفض سعر الذهب، وكلما انخفض يرتفع سعر الذهب. الآن يعني بعد ذلك تسجل الحساب في خلال المحفظة، تنظر إلى المنصة، لديك خياران في التداول، إما صفقة شراء باي أو صفقة بيع. الآن صفقة الشراء تدخلها إذا توقعت أن الذهب سوف يرتفع، وإذا ارتفع فعلا سوف تربح. أما صفقة البيع تدخلها إذا توقعت أن سعر الذهب سوف ينخفض. هذا البيع مستقل، لا علاقة له بشراء سابق، تدخل صفقة بيع بدون شراء، صفقة مستقلة. إذا انخفض السعر بعد صفقة الشراء، إذا انخفض سعر الذهب بعد صفقة البيع، آسف، بعد دخول صفقة بيع انخفض السعر، سوف تربح بنفس المقدار. الآن على منصة التداول سعر الذهب يكون بالدولار الأمريكي لكل أونصة. كم تربح؟ كم تربح هنا على سبيل المثال وفقا للرافعة المالية الاعتيادية؟ الرافعة المالية الاعتيادية الطبيعية هي 1 إلى 100. الآن هذا يعني أن كل 10 سنتات في سعر أونصة الذهب يعادل نقطة. إذا ارتفع السعر 10 سنتات يرتفع نقطة، إذا انخفض 10 سنتات ينخفض نقطة. إذا كنت مشتري وارتفع 10 سنتات معناته أنت ربحت نقطة. إذا كنت بائع صفقة بيع وانخفض 10 سنتات معناته أيضا أنت ربحت نقطة، والخسارة بنفس المقدار لا سمح الله. الآن كل 10 سنتات تشكل نقطة في سعر أونصة الذهب. إذا الحركة بسعر أونصة الذهب من $1600 أمريكي ل $1600 واحد تعني أنه تحرك 10 سنتات ضرب 10، يعني 10 نقاط. إذا تحرك السعر من 1600 إلى 1610 تحرك 100 نقطة. إذا تحرك من 1600 إلى 1599 نزل نقطة، معناته نزل 10 نقاط، لأنه كل 10 سنتات تعادل نقطة. الآن وفقا لهذه المعادلة كم تربح؟ الآن كل نقطة مقدار ربحها يعتمد على حجم الصفقة. الآن لديك حجم صفقات تختار، عندك مايكرو وعندك مينو، ميني وأكبر من المايكرو، وعندك لوت أكبر من المينو وأكبر من المايكرو. الآن كل مايكرو يحتاج لرأس مال $10 أمريكي. الآن كل نقطة ربح أو خسارة في صفقة مايكرو تعادل 10 سنتات، يعني إذا أنت ربحت 10 نقاط تربح دولار. الآن في صفقة ميني تحتاج لرأس مال برافع مالية اعتيادية 1 إلى 100 تحتاج لرأس مال
$100 امريكي الان كل نقطه تعادل $1 امريكي، اذا ربحت 50 نقطه تربح $50 في صفقه المين اللي تحتاج الى راس مال $100. اما في صفقه اللوت التي تحتاج الى راس مال $1000 فكل نقطه تعادل $10، يعني اذا ربحت 20 نقطه تربح $200، اذا ربحت 100 نقطه تربح $1000، وهكذا في حالات صفقات الشراء وصفقات البيع، وفي حالات الربح ايضا في حالات الخساره. الان كل واحد لوت يحتوي على 10 مينيو، كل واحد مينيو يحتوي على 10 مايكرو، وهكذا تحدد قيمة الربح والخسارة. أهم نقطة في هذا التداول لكي تصبح ناجح ومحترف في التداول أن تراعي أساسيات التداول. أساسيات التداول أن تتداول بنفسك فقط، لأن هناك كثير من الشركات الوهمية والنصابة التي تدعي أنها تدير لك الحساب أو تربح لك أو تعطيك صفقات توصيات مضمونة الربح أو برنامج تداول أو سكريبت تداول مضمونة الربح، كل هذا وهم ونصب واحتيال، يعني لو فيهم فائدة بالتداول لأنفسهم بربح لأنفسهم. الآن أساس هذا التداول أن تتعلم الأساسيات والتحليل والتوصيات بنفسك من الإنترنت أو من الشركة الوسيط الموثوقة التي تتداول من خلالها، مثل شركة XTB الإماراتية أو شركة ADSS الإماراتية. الآن بمعونة الشركة تتعلم التحليل والتوصيات وتقرر صفقات بنفسك. الأساس الثاني والثابت الثاني في هذا التداول لكي تكون تاجر ذهب ناجح ومحترف أن تتداول من خلال وسيط موثوق مضمون مرخص رسميا من سلطة دبي المالية أو من بنك الإمارات المركزي. بالنسبة لدول الخليج العربي أفضل الشركات هذه، مثل شركة XTB أو شركة ADSS الإماراتية. الآن الثابت الثالث لكي تكون من الرابحين أن تقرأ السوق جيدا وتحلل جيدا وتدخل بناء على توصية وتحليل وليس بناء على لعبة حظ. والشرط الرابع أن تقوم بإدارة رأس مال المحفظة بشكل حكيم، يعني إذا فتحت حساب $10,000 أمريكي مش تأخذ صفقة في كل 10,000، لا بأخذ صفقة بألف أو بألفين كحد أقصى حتى يكون عندي مجال لا سمح الله إذا خسرت، لأنه هذا تجارة ممكن يكون فيها صفقات خاسرة أحيانا، يعني إذا خسرت مش أخسر كل رأس مالي، لا إذا خسرت بخسر جزء بسيط، ودائما بحط وقف خسارة وهدف ربح من خلال المنصة. طبعا بالنسبة للشركات من أفضل الشركات التي ننصح بها لكي تتداول من خلالها الذهب والفضة والنفط وكل المعادن الشركات المرخصة رسميا من سلطة دبي المالية أو من بنك الإمارات المركزي، بشرط أن يكون مقر الشركة في الإمارات وتقدم أفضل الخدمات ولها سمعة طيبة بين المتداولين. من هذه الشركات الموثوقة على سبيل المثال شركة XTB الإماراتية في دبي، مرخصة رسميا من سلطة دبي المالية مع رافع مالية مجانية تصل إلى 1 إلى 500، السحب والإيداع والتسجيل سهل وسريع. الشركة تقدم تدريب وتعليم وتحليل مجاني شامل للعملاء، وتقدم حسابات إسلامية حلال وحسابات تجريبية للتعليم وحسابات مصغرة برأس مال $100 أمريكي فما فوق. الشركة مقرها في دبي تقدم أفضل خدمات التداول مع تطبيقات ومنصات تداول رائعة وسهلة وباللغة العربية وتناسب كل الأجهزة. رابط التسجيل المباشر بدون وساطات أو عمولات لفتح حساب في شركة XTB الإماراتية موجود أسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف، اضغط على الرابط سجل حسابك، بعد ذلك تتواصل معك الشركة لإكمال عملية التسجيل وتفعيل الحساب. نتمنى لكم التوفيق أيها الأحبة الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.